الطفل الانطوائي مباشرة نرحب بي الأستاذة رشيدة عبد القادر الاختصاصي النفسي. مرحبا بك أستاذة رشيدة، صباح الخير. عليكم السلام، صباحكم نور وسرور إن شاء الله لكم ولكل المشاهدين في بلدنا العزيز السودان. مرحبا بك أستاذة رشيدة. والطفل الانطوائي يعني نحن بنلقى في أطفال موجودين في كثير من البيوت، يعني منعزلين، بيحبوا الانعزال، ما بيحبوا إنهم يلعبوا، ما يعني المقولة المعروفة إنه دائما الشافع ده يلعب، إذا ما لعب معناها في مشكلة يعني. فكده في البداية خلينا نبدأ بتعريف الانطوائية. نحن يعني بنقول طفل انطوائي أو انعزالي، ما المقصود؟ طيب المقصود أكيد هو في الكلام اللي طرقت له الآن، يعني المقصود بالطفل الانطوائي هو الطفل بالمفهوم البسيط إنه هو بيبتعد عن الناس، بينعزل عنهم، بيبعد عن إنه هو يكون موجود مع الأطفال الآخرين. وهي دي طبعا واحدة من المشاكل يعني بالجدل المحتاجة وقفة، اللي صحيح. المفروض انك لو لقيت طفلك في المواقف دي فعلا انك انت تتحرك لها، وان شاء الله مع باقي الحلقة حنعرف هل يعتبر مرض يا استاذ رشيدة؟ اكيد اكيد اكيد، انه الحاجة الطبيعية انه الانسان ما يقدر يعيش عن معزل عن الآخرين، صحيح. لأنه دي واحدة من احتياجاته الأساسية برضو إنه يكون في تفاعل بينه وبين الأشخاص الآخرين. فهنا الطفل بقى انطوائي معناه طفل غير قادر على إنه يتفاعل مع البيئة من حوله. نعم. أيوة. له علاقة بمرض التوحد الطفل الانطوائي؟ ممكن الانطوائي دي كلها علاقة بالتوحد؟ والله التوحد هو مرض عنده سمات مختلفة كثير، يعني بتظهر غالبا الحاجات اللي ممكن تأشر لنا على المرض ده في عمر 4 سنوات، في عمر 4 سنوات. وغالبا الحاجة اللي بتظهر لنا شديد يعني في الطفل ده اللي هو انه عنده عدم تواصل بصري، تواصل لغوي وتواصل اجتماعي، يعني بيكون عنده مشكلة أو في عدم تواصل في الغاية، يعني مشكلة إنه التواصل. أيوة عنده مشكلة في التواصل، ودي طبعا واضحة شديد، يعني برغم إنه في بعض الاضطرابات الثانية اللي ممكن تكون أعراضها شبيهة متقاربة للتوحد. صحيح. فعشان كده بتحتاج دائما عشان إحنا نميز بين التوحد، نفرق بين التوحد والاضطرابات الثانية، بنحتاج لتيم أو فريق كامل، فريق عمل كامل طبي عشان كلهم يتفقوا لنا مع بعض بإنه هو ده فعلا تشخيص أيوة، لأنه في تشخيص فارغ. ففي علامات كثيرة للطفل التوحد طبعا، منها إنه زي ما قلنا عدم التواصل البصري واللغوي والاجتماعي، في نفس الوقت أحيانا بيكون عنده نوبات بيجيه مفاجأة، ضحك أو بكاء، يعني نوبة معناتها بياخد زمن طويل. ده بالنسبة للانطوائي ولا التوحدي؟ ده التوحدي. يعني بياخد زمن طويل كده مستمر بأنه يقعد يضحك من غير سبب، لكن أو فجأة كده يقعد يبكي لمسافة طويلة شكل نوبة بدون يعني أي سبب. بدون أي سبب. فعشان كده هو بنحتاج للتشخيص السليم طبعا. عشان هو طبعا سبحان الله يا استاذ رشيدة، يمكن الان دي مساحة لتعديل الفهم يعني، وانت مختصة في الجانب ده، انه في ناس بيقولوا التوحد ده هو لانه واحد يعني بيقعد براوي، يعني مأخوذ كده بالفهم ده، صحيح. يعني ما يلقوه دائما هو براو، هو الانطوائي او الانعزالي، قال بيقول لك ده توحدي، بيحتوى انه واحد يعني براو. ايوه ايوه، توحدي لانه زي ما ذكرنا في الاول لانه ما عنده تواصل، صحيح. توحدي يعني شخص قاعد انت لو اتكلمت معه ما بيستجيب، لكن دي ما عندها علاقه، ما عندها اي علاقه بالانطوائي، مش اي اي يعني. عشان كده قلنا في حياة دقيقه هي عشان بتحتاج لانه احنا نعمل فريق كامل، عشان احنا في النهايه كل الفريق ده يتفق على تشخيص واحد اللي هو انه ده هل هو توحدي ولا هو حاجه ثانيه. انطوائي، نعم. ايوه. طيب خلينا نرجع للطفل الانطوائي والانطوائيه دي، هل عندها مسببات ولا بتجي بالفطره احيانا يعني؟
كثير كثير عندها مسببات. المسببات ممكن تكون مسببات وراثية، ممكن تكون تربوية، ممكن يعني تكون بسبب مشاكل نفسية بيعاني منها الطفل. الوراثية دي ممكن يكون طبيعي، مثلا لو شفنا بعض الأسر يعني بعض الآباء والأمهات يكون انت لما تقعد معاهم كده من البداية انت بتلاحظ انه يعني احنا دلل بنسميهم انه مساكين، يعني بنقول يعني هي لما تقعد كده لو بيقول لك ممكن تاكل الكلى ذاته يعني مش كده، يعني اب يكون مسكين زي ما بقولوا احنا بنقول لا بيجدع لا بي تقوش ايدك في طرف يعني ياهو يعني كده. يلا لما يكون اصلا الطفل قام ونشا في جو اصلا الام يعني باردة شديد يعني وهادية شديد لدرجة بعيدة أو أب كذلك، يعني تفتكروا إنه كيف الطفل حيكون سلوكه متفاعل أو أيوة مختلف. ما موجود أبو أم بالشكل ده وولدهم طبعا يعني لا يعني هم يكون اكتسبه من حتة تانية يعني مثلا ليه؟ لأنه بكون مثلا أغلبية الزمن كان مقضيها في حتة تانية، مدرسة صحيح. روضة مخيم أي لكن هنا بيغلب على الجانب الوراثي لأنه أصلا أبوهم طبيعتهم كده تربية أيوة طبيعتهم ذاتها طبيعتهم تركيبة بنية كده النفسية كلها يعني. بعدين إحنا زي لو أنت متذكر لما ذكرنا قبل كده إنه الطفل سلوكه ده بيبدأ مرات نتيجة تأثره حتى في فترة الحمل أمه وبيه يعني طبعاً إنه الأم لما تكون نيرفز يعني النرفزة والانفعال الزايد ده الطفل بيتأثر بالحاجة دي فبيطلع أصلا هو مزعج شديد نزعج شديد على حسب الجو اللي هو كان موجود فيه يعني ما هو خلاص اتعود على انه يكون في جو زي ده. طيب الان الان يعني انت ذكرتي انه ممكن البيئه زي ما تكلمتي الاب والام ياثروا في اخراج او في انه يكون الطفل انطوائي. أيوة. طيب هم طالما دي طبيعتهم كده الان يعني دي حاجه خارج سيطرتهم او خارج ارادتهم يعني ما بيدهم. ايوه هي ما بيدهم، لكن المشكله انه بتخلق لي نوع من شخصيه الاطفال يعني احتمال انه هم نشوف اذا كانت واجهتهم الاب والام اذا كانت واجهتهم مشكله في التفاعل الاجتماعي اثرت على مسيره حياتهم انها تمشي بصوره طبيعيه وكده هم ذاتهم بيكونوا محتاجين اكيد للمعالجه يعني لانه الانسان لانه هم اصلا انطوائيين ومحتاجين لانه اصلا انطوائيين فمحتاجين يعني بدل حتى انه سبحان الله بيكون في اشكاليه ذاته انه حياته ذاتها هي لاحظ الانطوائي ده ما طبيعيه ما طبيعيه طبيعي. ايوه ما طبيعيه فبالتاكيد انه ده حيكون خصمه على الطفل على انه حياته تمشي بصوره طبيعيه وانه يقدر ينجح في مسيره حياته كده بالتاكيد الانطوائيه الزايده دي ما حبابها يعني. طيب دي واحدة من الأسباب إنه الأب والأم يكونوا انطوائيين، تاني في شنو من الأسباب المسببة لهم؟ أسباب نفسية يعني ممكن النتيجة لأنه الطفل يشعر بالدونية، يشعر بالنقص. تخيلوا معي إنه الطفل يكون عايش في ظل أسرة من الأب والأم الأخوان وغيرهم ما في زول عاجبه سلوكه بيعمله. يعني الطفل ده لو عمل أي حاجة ما في زول في البيت بيقول له خير، يعني لو عمل اي شيء لو قام من حتته بيتضرب مثلا بتكون مشكله، لو مشى عمل اي حاجه لو شال حاجه من الارض مشى مع انه سلوك كويس مثلا ممكن برضه يتزلى فيها، لو اتحرك من مكانه كده ده ممكن ينمي عند الطفل الجانب بتاع النقص انه هو ايوه والخوف وعدم الثقه بالنفس وانه ما قادر انه يرضي الاخرين يعني ما مرضي للناس اللي حواليه، فدي بتخلي عنده جانب يخليه بطريقه مباشره او غير مباشره يفضل الانطوائيه. جميل يعني. طيب احنا سعيدين يا محمد بوجود استاذ رشيد عبد القادر الاختصاصي النفسي والحديث عن هذا الموضوع، وايضا سعداء جدا بمشاركه كل المشاهدين كل الساده المشاهدين والمتابعين لانفاس الورد بالتحديد فقره مزيدا من الحب. ارقام الاتصال الان هي على الشاشه، يمكن مباشره من خلالها اذا في اي حاله صحيه نفسيه يتم عرضها الان على استاذ رشيده وتجد الاجابه. نعم. ان شاء الله. نعم جميل.
طيب أستاذة رشيدة، من الأسباب برضو ذكرتي هناك أسباب نفسية ايوه للطفل، جانب قسوة أو غيره. ايوه أحيانا برضو المشاكل الأسرية بين الأب والأم وانفصال فعلا الأبوين عن بعض قد ايوه تكون سبب من أسباب المسببة للانطوائية عند الأطفال. نعم. ايوه اذا كان انعدم لدى الطفل احساسه بالامان، بيفضل انه بالتاكيد انه هيبتعد، اللي هو ده سلوك تلقائي دفاعي، يعني ممكن يفضل انه عشان ما يلقى الاذى وكده، بيفضل انه ينطوي وينزوي، يبتعد عن الناس ويكون بعيد عنهم. طيب، يعني محتاجين انه نعرف الحياة السليمة، الحياة الكريمة، الحياة الفئة التلقائية وفئة العفوية اللي ممكن تكون موجودة ما بين الأب والأم والأخوان في بالتأكيد الأسرة، عشان يعني نخلق بيئة صالحة للابن انه التربية. ينشأ فيها وسليم، يعني ما يكون عنده مشاكل نفسية أو مشاكل اجتماعية. الأضرار اللي ممكن تكون في المستقبل بالنسبة للطفل الانطوائي، أضرار طبعا كبيرة شديد، وحتى المفروض تكون واضحة لنا كلنا. تخيلوا انه طفل انطوائي، طفل ما بيحب يكون بين الناس، طفل ما بيحب يتفاعل مع الأطفال، بيكون بمعزل عنهم عن الناس. بالتأكيد انه الطفل ده لو نملينا بالشكل ده، انه حياته الطبيعية، احتياجاته الموجودة في الحياة، يعني كيف حيشبعها وكيف حينميها وكيف حيمشي بصورة طبيعية، يعني حتى في العمل حيكون عنده، حتواجهه مشاكل كبيرة، لأنه في أي مكان، في الدراسة بيحتاج لمجموعة من الناس حوالينه، في صحيح، العمل بيحتاج لموضوع لمجموعة، من الناس يعني اللي حواليه. يعملوا في شكل فريق عمل واحد عشان هو يقدر ينجح. يعني أنت لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن الناس، لأنه ده طبيعتك، لأنه ده طبيعتك الفطرية. طبيعة الإنسان إنه يكون كائن اجتماعي مع الناس نعم كلهم صح، وفي عنده أكيد تواصل. طيب، أكيد نستأذنك نشوف غادة من الجزيرة ونجي إن شاء الله نواصل في الأضرار إن شاء الله. إن المترتبة شاء الله. على الطفل الانطوائي. سلام عليكم يا غادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. لكم التحية والتقدير والتجلل والاحترام للأستاذ خليل والأستاذ محمد، والتحية للدكتورة رشيدة. الله يخليك، حبيك العافية يا غادة، حبيك حبايبي. اسلم اسلم، الله يخليكم، صبحكم الله بالخير، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه الصلاة تسليما والسلام. كثيرا، صلى الله عليه وسلم. نعم. الطفل الانطوائي، نعم، يعني هل وجدتي طفل انطوائي قبل كده يا غادة؟ ايوه، في كثير في المجتمع، في حالات زي دي كثيرة، يعني تلقى الطفل الانطوائي دائما حتى مع اخوانه في البيت بيكون، يعني حتى هو لو كانوا بيلعبوا سوا هو بيكون بعيد منهم. عشان كده انا داري اقول لدكتورة رشيدة، من وجهة نظرك يا دكتورة، ما هي الاسباب والعوامل التي تؤدي بالطفل بان يكون انطوائي ويكون بعيدا من الاطفال من حوله؟ جميل. وما هي المعالجات اللازمة ليتخطى ويتعدى مرحلة العزلة التي ممكن تؤدي إلى حالة نفسية؟ السؤال الثاني، واللي هو دائما بيطرح نفسه، ما هو دور الأسرة في ذلك عشان تحافظ على صحة أبنائها؟ وهل سؤال بيطرح نفسه، هل بطريقة يا دكتور رشيدة حب الوالدين والدلالة الزايد يمكن يكون سبب في ذلك؟ نعم. أنا دي الأسئلة، مش كده؟ عندك أي سؤال أو استفسار تاني يا غادة؟ خلاص كفاية، أنا ما خليت حاجة. نعم، أربع أسئلة يا غادة، مش كفاية؟ شكرا، كفاية. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. طيب، نشوف منال ونجي لأسئلة غادة الكبيرة دي، لأنه والله كبيرة. نشوف منال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا حبيبي، صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح النور، مرحبا بك، بارك الله فيكم. يلا، بالنسبة للطفلة الانطوائية، أنا بسأل الدكتورة بقول لها إنه في الأنماط بتاعت الشخصية بتاعت الإنسان، في سمعيين وفي بصريين وفي حسيين. ها، يعني كان الليلة المرأة والراجل ده الاثنين الحسيين ينفصلوا ولا كيف يعني؟ ها، هيطلعوا برضه طفل انطوائي. وإذا كان محمد عمر مثلا، محمد عمر الإنسان بصري أو مثلا سمعي ومش هيتزوج، ده يخطب خطيبته دي سوق الطبيب النفسي غيمة له شنو يعني؟ عشان شنو يعني مثلا
دي إشكالية يعني. أنت صح، في زوجة بصرية ورجل أنت بتقصدي مسألة التوافق في الأنماط يا منال، مش كده؟ هل هي بتأثر على الزواج أو لا؟ أيوه. جميل. وبعدين يلا برضو أنا بشرح للأطباء النفسانيين، مثلا واحد يكون عيان كده مريض نفسي يقول له اتزوج، إذا اتزوج بقى شوية التربية بتاعته بتكون معاه النزعة صعبة يعني، لأنه شوية زي ما بيقول لك هذا الشيء ما يعطيه. صحيح. يعني في ناس تعبان بتاعته ماية، بعدك يتزوج يجيب له ابنها. في واحدين كمان بيعملوا حاجة ثانية يا منال. بتلقيه يتزوج المشكلة ما اتحلت، يقوم يتزوج تاني. بيعتبرين المشكلة. والله دي مشكلة كبيرة والله جدا. معناها المعالجة لازم تكون بالنسبة له هو، مش كده؟ يديكم العافية وبارك الله فيكم. الله يديك العافية، شكرا. تسمع تعليق شكرا. طيب نبدأ بأخوتنا غادة. الأسئلة بالنسبة لأخوتنا غادة ذكرنا الأسباب، وممكن تكرر لها سريعا الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الانطوائية عند الأطفال. وهي برضو قبل دخلت في حاجة مهمة تقريبا، مش السائلة الأولى يعني تكلمت في كم نقطة، العلاج حنجيه برضو إن شاء الله. ودور الأسرة، أول حاجة حب الوالدين، محتاج الأسباب. حب الوالدين ده أكيد إنه هو واحد من الأسباب اللي ممكن تكون أدت لانطواء الطفل. ليه؟ لأنه دي واحدة من الحياة اللي احنا بندخلها تحت عبارة أغلبية الناس بتعرفها، اللي هي أساليب المعاملة الوالدية. يعني الطريقة اللي بيعيشوا بها والأسلوب اللي بيعيش بها الأب والأم داخل البيت وبيتصرفوا بها مع الأطفال. يعني سواء في حل مشكلات، سواء التعامل العادي البديهي بينهم اليومي، الروتين اليومي يعني. فبالتأكيد إنه التسلط، الدلال الزايد، الحماية الزايدة، التمييز أو التفرقة بين في المعاملة بين، دي كلها من الأسباب الممكن تؤدي لوجود خلل في سلوك الطفل، وبالتالي بيكون غير قادر على انه يواجه الحياة بطبيعتها. يعني وغير قادر على انه يتواصل في حياته الاجتماعية بالشكل المناسب اللي بيساعده على انه يتواصل فعلا. جميل. ويفهم قيمة التواصل، ويفهم من خلال التواصل بينه وبين الآخرين الرسائل. صحيح. او المعلومات او الخبرات اللي المفروض هو يكتسبها. أساليب المعاملة الوالدية هي دي سبب في الانطواء، لأنه كثير من الآباء والأمهات اللي بيختاروا نيابة عن ولدهم، بيختاروا نيابة عن بيتهم، بيدافعوا نيابة عن ولدهم، بيدافعوا نيابة عن بيتهم، بيتكلموا نيابة عن ولدهم، بيتكلموا نيابة عن بيتهم. يعني بتلقى إنه الطفل بالتدريج بتسحب، يعني بتنتزع منه الشخصية. صحيح. انه يكون هو براو قادر على انه يجاوب، قادر على انه هو يختار، قادر على انه هو يدافع عن نفسه، قادر على انه هو يحدد من غير حاجات يعني، من غير قصد. لكن هو لازم الاهالي كلهم يفهموا انه دي واحده انتبهوا. دي ايوه حاجه يعني بتهدم وبتعمل خلل في شخصيه الطفل. الطفل محتاج بالذات في الخمسه سنين الأولى، يعني فما بالك إن أنت تجي طفلك تدافع عنه وهو عمره 10 سنة وتسعة سنة. صحيح. 10 سنة وتسعة سنة أنت ما زلت بتدافع عنه. أنت إذا كان بنقول لك إنه شخصيته دي بتتكون في الخمسة سنة الأولى، من الخمس سنوات الأولى أنت عوده يكتشف براو، ما تكتشف له أنت. ما الحاجة القلم قاعد فوق الترابيزة لقيت إنه طفلك ده دايره إنك أنت تقوم تشيله، تختصر عليه المشوار، تشيله وتدي له، خليه براو يحاول إنه كيف يجيب القلم ده من فوق الترابيزة. أي أحميه في حالة وجود خطر، وجود خطر إنه فعلا الحاجة دي حتكون خطر، كهرباء، أيوة. حاجة حادة، أيوة. إنه حتى لما يجي يدخل في شجار بينه وبين شخص آخر ما تتدخل، خليه هو اللي يحل خلافه مع الثاني، ما تتدخل. يعني طالما انه حتى الشكل العاديه دي حتى لو فيها ضرب، اذا ضرب ما مبرح، ضرب ما حيأذي، خليه عشان يجرب انه في يجرب الاثر الحقيقة عليه من سلوك الشخص الاخر معه، وانه هو محتاج بياته اسلوب وبياته طريقه حيقدر يدافع عن نفسه. خليه يجرب براه عشان يقدر يبني صغته بنفسه، لأنه هو الطفل الانطوائي ده بيكون طفل وصل لمرحلة عدم الصغة في النفس.
يعني. وزي ما قلت الدونية والنقص، انه هو في النهاية ما قادر يعمل وما قادر يكون زي الاخرين وما قادر انه ينجز حاجاته. جميل. طيب ده فيما يتعلق بحب الوالدين وتأثير المسألة دي. صحيح. الأسرة طبعا، ولو جينا للجانب الثاني اللي تكلمت فيه هذا اللي هو دور الأسرة، الأسرة هي مش فيها الأم والأب فقط يعني. أيوة. في الأخوان موجودين، في غيره موجودين في البيت كمان. ديل شكل التعامل هل ممكن يكون برضو مؤثر في إخراج طفل انطوائي؟ أكيد، لأنه التذبذب والتغير يعني تعدد الأساليب بتاعت التربية ذاتها هي بتعتبر مشكلة. يعني أنا بكون بوجه طفلي مثلا، أنا أكون دايرة أعلم طفلي إنه هو ما ياخد قروش من أي زول. يعني ما أي زول يمد له هو يشيل منه. صح. عشان ما تاني حتى في الشارع، لأنه بعد شوية ممكن هو يتعود على كده، ممكن في الشارع يطلبه يقول انا عايز قروش. دي الطلب الزي ده بيكون جا نتيجة لانه في شخص هو ادى مساحات زي دي يعني. صحيح. فالمطلوب شنو؟ انه الناس ما دام هم عائلة واحدة، ما دام اسرة واحدة، يتبقوا على نظام يعني ما يختلفوا فيه. مثلا انا منعته من انه يشرب بارد، منعته انه يشرب بارد مثلا، ما في واحد، احنا ما في نهاية محيط واحد، قاعدين مع بعض في زمن واحد، كلنا أسرة واحدة يعني أو عائلة واحدة. فما ممكن أنا أجي أمنعه من نظام معين، أمنعه من حاجة معينة. مثلا أنا وريته فهمته إنه البيبسي ده لو شربه مثلا كتير هو بيسبب له ضرر كده. صحيح. ويكونوا على علم دي البنات وانا مش كده. صحيح. ويكونوا على علم هم مثلا بالحاجه دي، وتيجي يقول لي يا ولد تعال هاك هاك مثلا، يقعد يبكي كده ويقوم الثاني قلبه يحين يقول له تعال 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 نديك لانا، يقوم يمد له الحياه دي. هنا خلاص بقى فيها مشكله. وزي الام لما تيجي تضرب مثلا، او الاب يضرب الولد والام تقول له تعال تعال بس تقعد تحنس. كمان دي كمان من الحياه الخطيره، انك انت تقوم تعاقب الطفل على سلوك معين وتحنسه. جميل. تيجي ترضيه لا، خلي عشان يعرف يعني. انت لما تيجي تعاقبه على حاجة وتيجي كمان وراها طوال تيجي تحنسه، بيعرف انه انت اصلا ما بتقدر انك تزعله. فاصلا هو عارف انه كل عقاب انك فين حتردوه حتخليه يعني في النهاية. فانت لا، دمعة وسالت وعارف بكية وراحة. ايوه، خليه يحس بالخطأ بالعقوبة. ايوه. صحيح. ويحس بانه حيتعاقب. العلاج اللي سألت عنه غادة نحن حنجليه في ثنايا محاورنا يا خليل، لكن خلينا نمشي لمكالمة منال من القضارف، وهي تكلمت عن، يبدو لي خارج الموضوع شوية لكن مضطرين نجيب لها عن اسئلتها يعني. ايوه. قالت انه الانماط البشرية هل لها تأثير مثلا في العلاقة الزوجية؟ اكيد اكيد لها تأثير كبير. ليه؟ لانه كل شخص بيكون عنده نظام حياة معين وسلوك معين واستجابات معينة بتختلف عن استجاباتك انت للحاجات من حواليك. وكل زول بيستجيب للبيئة من حواليه على حسب اهتماماته، على حسب نظامه يعني، اتجاهاته، على حسب يعني بنيته ذاته النفسية. بنيته النفسية دي عبارة عن بحب شنو من حواليه، والألوان، الأسلوب، الطريقة بتاعت الكلام. مثلا انت شخص ما بتحب الزول البعيد الكلام. واحد من الأنماط ممكن ما بتحب التكرار بتاع ده، نظامك ده أسلوبك. فأنت عندك حاجتك الخاصة، حاجتك الخاصة أنت ترتاح لها، نظامك الفطري يعني، مش اللي أنت وهي أصلا الأنماط دي فطرية. أيوة. باعتبار كل زول ربنا سبحانه وتعالى خلقه بنظام بينمط. أيوة، بنمط معين. بعد ذاك أنت اللي ممكن بمعرفتك بالحاجة دي تطور تغير. أيوة. وتعدل. أيوة تعدل وكده. جميل. طيب. فبالتأكيد إنه هو حيكون جاهزين للمشاكل. يعني أنا مثلا لما أكون ده زوج ودي زوجة، الزوج بيحب مثلا رتوش معينة، حتى إنك الطريقة اللي بتيجي تقدم بها الشاي مثلا، أنا في نظامي أو في نمطي ما عندي اهتمام بالجانب ده. بالتأكيد إنه دي إذا كان هو ممكن يمسك دي نقطة خلاف، حتكون نقطة خلاف. طيب. وفي النهاية هي برضو عايزاه ويهتم بشؤونه ويهتم بالحياة اللي هي بتقدمها. إذا هو والله نمطه أصلا ما عنده الاتجاه ده والميول ده، بالتأكيد أنه حينتبه
يعني ما حتلقى الحاجة دي. فعشان كده لازم احنا فعلا من الحياة الأساسية في الحياة اللي بتجنبنا كثير من المشاكل، يا ريت نهتم بانه احنا نفهم بعض. يعني نقرأ عن الإنسان ذاته، الإنسان ده تركيبته أصلا شنو، نظامه شنو، أسلوبه شنو. طيب في الإنسان ذاته أنواع، الناس ديل البشر ديل كلهم بيتشابهوا في الخلقة، الخلق اللي خلقهم عليهم عليه الله سبحانه وتعالى، في سلوكياتهم بيختلفوا. الاختلافات دي أنواع شنو وليه تحصل؟ طيب تقرأ عن كل حاجة عشان تقدر تفهم. نعم زي مراحل النمو والحياة دي تقرأ عشان ترتاحي، لأن كل ما عرفت الحاجة قدامك ترتاحي تعرفي كيف تتصرفي معاه. عشان كده بيقول لك التربية بالمناسبة صعبة جدا. صعبة لأنك أنت محتاج الكائن الصغير ده أنت محتاج تفهمه. صحيح. تفهم نظامه. هم أذكياء جدا بالمناسبة. أذكياء لأن هم إحنا بدل نربيهم قاعدين يربونا. بيمشونا على. بيربونا. طبعا مع التطور التكنولوجي الملحوظ الآن يا أستاذ رشيد. طيب أنا برضو في أحيانا بتلقى طفل كذا سارح، تلقاه طوالي ما مع الناس. أيوة. هو صح بيتكلم بيجيب على أسئلة أسرته، لكن سارح بيفكر وين ما معروف. ده هل يسمى أو يطلق عليه طفل انطوائي؟ لا ما لازم، لأنه استمرار، لأنه دي بنحددها باستمرارية الحاجة دي. لأنه الانطوائي ده هو بيكون طبعه كده، يعني دائما مش عنده أوقات كده وأوقات كده، بيكون خلاص يعني طفل طوالي. أنت أصلاً الولد ده ما بتيجي تلقاه لا بيلعب مع زول لا قاعد مع زول كده. أول ما يجوا الناس مثلاً بيمشي بحتة بعيد، تتكلم معاه مثلاً ما خالص بتكلم، ما عنده في المدرسة شجاعة. يكون في آخر الصف. أيوة يكون في آخر الصف كده. يعني في حياة هي ثابتة في شخصية الانطوائي. طيب نخش في العلاج. والعلاج يعني هل في حاجات مثلا ممكن تكون في الأسرة في البيت باعتبار علاج للانطوائية، يمكن الأب ممكن الأم يمارسوها مع الطفل عشان يعالجوا مشكلته الانطوائية دي، ولا لا إلا يمشوا لمركز صحي نفسي يعني وتمارس كثير من جوانب العلاج؟ صراحة الطفل في حالة الانطوائية بيحتاج لأنك أنت فعلا تكون مع مختص في الإرشاد النفسي. نعم. عشان بيحتاج اكيد الطفل بيكون ل ارشاد وفق خطوات محدده يعني. حتى بيحتاج لجلسات مرات، بتبدا بجلسه منفرده بيه وبراه، وثاني بتدخل في الجلسات الجماعيه اللي هم اطفال بيكونوا عندهم نفس الاشكاليه. ونظام العلاج بيكون علاج سلوكي وعلاج معرفي يعني. جميل. احنا خلاص وصلنا لمرافق ختام الفقرة دي، ونعد مشاهدينا انه نواصل في ذات الموضوع في الاسبوع القادم، لانه خشينا في المحور الرئيسي اللي هو موضوع العلاج. موضوع العلاج. وبنأكد انه المساحة متاحة لكل السادة المشاهدين اذا هناك بعض الاسئلة والاستفسارات او يعني ما يتعلق بالطفل الانطوائي. الأسبوع القادم إن شاء الله سنسمع كل المشاركات والمداخلات. إن شاء الله. شكرا رشيدة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين. الله يحييك.